بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم الآن عن الأصل الثالث من أصول الثلاثة، من نبيك؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة وسلام نبي خمّر مذن عادنا ورثن إني كي ثابع مذول ثنامة برنجي وإكنجي ثارا أولار غابر دبير الجيشتب ربن كم دينن نامة وإكنجي ثنامة ثنين بي خمّرن كم دين ثارا أشق لما ثم أي درس. نعم، تقول نبي محمد عيدات نامة بذن بي خمّر من محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، عبد الله عن أغلي ابن عبد المطلب، عبد الله مطلب أغلي ابن هاشم، عبد المطلب هاشم أغلي، وهاشم من قريش، وهاشم قريش تيلة النن، وقريش من العرب، وقريش هم عرب لردن، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وعرب لرن شل شخم شفي كما بردينيه إسماعيل عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، أغلنا إكثنا الله صلاة والسلام لرورثن إكثنا نامة برب ديريه. له من العمر 63 سنة. في خمر مصر صلى الله عليه وسلم أرت مشوش ياسنا، أرت مشوش ياسدي. 40 قبل النبوة. خرقيل في خمر لك إن المدن الأم. و23 نبيا ورسولا. يجرمتشيل بولثا، يجرمتشيل يجرمتش ياسني، خرق تنثون نامة في خمر و الله إيل سيثر وال بياسن. هو نبي ورسول. قال شل وربعتن أذن بيغمر وإيفرلن إيل شيء. نبئ أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي اقرأ باسم ربك الذي خلق أول سورة العلق. بيغمر لي نادب قنر لي إن برنجي آيات لري علق سورة إن برنجي آيات لري أقول ما قول نام بيغمر مذ بيغمر لك بيرلي. وأول ما نزل عليه وهو رسول أول سورة المدثر. مدثر سورة إنر المولان في خمر مدنامة إيل تلك أغرد له، يعني رسول الله رسول والله. إلى ماذا يدعو عليه الصلاة والسلام؟ ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في خمر مصر صلى الله عليه وسلم نعم ذات شاغر نعم ذات دعوة دتي. يدعو للتوحيد وينذر عن الشرك. الله تعالى أفاد التبر لمك لك توحيد شاغر دي والله أرتق قشمق له الله شعر قشمق له تنقيتر دي. وبلده مكة، ولد بمكة، ومكة دغل له وهاجر من مكة إلى المدينة، ومكة المدينة هجرة الدين. نعم، أكمل الله به هذا الدين. الدين هذا كمل، لا يستطيع أحد أن يضيف إلى هذا الدين شيء، يعني لا يبتدع في دين الله. الله تعالى في خمر مذل النعمة شل دين كاملة دي. في خمر مذ دول ورنشت هيس برداد قال لرمان ديني بذا كامل ورنشت يتردي دينة هيس برتاذلغة بدغطة ير يوق. بعث إلى الثقلين الجن والإنس. إكي من لدى يعني آدم وجنثى أنثى إكي من لدى دع الله تعالى يبردوني. لا يستطيع أحد أن يتخلف عن شريعة عليه الصلاة والسلام وإلا كان كافرا كائنا من كان، يهودي نصراني مجوسي. نعم، هيك كما نعم في غمر من شريعتنا قال مق شريعتنا إيرمت ذك بولمايا خريستيان مورثن بولمايا يبري يهود مورثن هم مثلا بيرولون نعم في خمر مدن يقولنا إير مكلي. فرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس عندما أسئل به للسماء السابعة قبل الهجرة بثلاث سنين. في خمر مدن صلى الله عليه وسلم باس وقت نماذ بارده دللي حسن الله تعالى أوني إسراء جيجتنا أثمانا قترنا هجرة تتمذنن مدينة هجرة تتمذنن أجشل أم الله تعالى باس وقت نماذي مثل ما نرى بارده. بقية شرع الإسلام فرضت في المدينة مثل الأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإسلام بيرق لري الله تعالى شريعتنا بيرق لري نعم مدينة هجرة دننثم مدينة قتشك دننثم مدينة دينر لي مثال تشين أذان والمثل جهاد الله تعالى يولنا تاغرب بيرق لن يشلر بيرق قيتر لن يشلر دن قيتر مقلق دين وادت لنا ما بحرث قلني. مات عليه الصلاة والسلام من الحق ما يلحق البشر، ولم يترك شيئا يقرب إلى الله إلا أمر به، وأعظم ما أمر به التوحيد، ولم يترك شيئا يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم، في خمر مذ صلى الله عليه وسلم بدنيا أتي و شيء لا برضات قيمدي نايل ذات سن الله تعالى يقين نسترجع بولثو شنو توحيد تقولي يعني توحيد الله تعالى نبرلمك دغني شلادن الله تعالى يقين استرجقتن اورت ونامتي شرك تنم اغالنردي شرك قادغانتي
ва хемме иннерлен өз пейхамбарына иннерлен буйруктур эмерлери кадагынчылыклар хеммесине умматына етирди. Наъм, ла будда ан таъаллам сиратан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва нуъаллимха ауладанна. Хукман мусулман адамларына эметмен пейхамбарымыздын өмүрүн, пейхамбарымыздын сиратын, өмүр беянын окумалы ва чагаланмага өрөтмөлү. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى من الجنة والله أعلم.